إصابة 9 أشخاص في انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة. السيسي يؤكد خلال لقائه مستشار الأمن القومي الروسي أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب. عملية عسكرية للجيش العراقي لاستعادة مدينة تكريت من تنظيم داعش الإرهابي، وعشرون قتيلا من التنظيم في سامراء. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل. أهلا بكم. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة إصابة 9 أشخاص في الانفجار الذي وقع بمحيط دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد. وأوضحت الوزارة أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، هذا وقد فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة بالكامل خشية وجود أي عبوات أخرى. يأتي هذا بينما نفى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق علي الفضالي نفى غلق محطة جمال عبد الناصر عقب وقوع الحادث، مؤكدا أن الخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية. متابعة، تنضم إلينا مباشرة من أمام دار القضاء العالي مراسلة النيل نشوى صالح. نشوى، كيف يبدو الوضع لديك الآن أمام دار القضاء العالي بعد الانفجار الذي شهده؟ بالطبع الأمور لا تزال مشدودة إلى حد كبير، ولكن الأمور بدأت في الهدوء النسبي إلى حد ما. تم فرض كردون أمني في محيط دار القضاء العالي وجميع الشوارع الجانبية المحيطة بدار القضاء العالي جراء هذا الانفجار الذي تم أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي، تحديدا تحت مكتب النائب العام. هذا الانفجار الذي أسفر عن إصابة 9 مواطنين، منهم واحد في حالة حرجة، ولا يوجد وفيات على الإطلاق. تتواجد بشكل مكثف جميع القوات الشرطية سواء من رجال الحماية المدنية، يقومون الآن بعمل تمشيط أمني لجميع الأماكن والشوارع الجانبية المحيطة بدار القضاء العالي، وأيضا داخل دار القضاء العالي نفسه. أيضا تتواجد عدد كبير من سيارات الإسعاف سواء على جانبي الطريق الرئيسي المواجه لدار القضاء العالي أو في الشوارع الجانبية. كما ذكرت، يقوم رجال الحماية المدنية والمفرقعات بعملية تمشيط مستمرة وسريعة للغاية، تحسبا لوجود أي قنابل لا قدر الله يتم السيطرة عليها قبل أي وقوع انفجار آخر لا قدر الله. أيضا تتواجد جميع القنوات الفضائية، لأن هذا الحدث بالطبع يهم الكثير، ونؤكد من خلالها أن مصر ستظل باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. نعم. طب نشوى، بعض الأنباء تحدثت عن توجه المستشار هشام أيضا بركات. أريد أن أؤكد على أمر، وهو أن رئيس مرفق تفضل. لم أسمعك من فضلك. يعني بعض الأنباء تحدثت عن توجه، أعتذر للصوت لأن هناك ازدحام شديد من المواطنين. بالتأكيد نشوى، بعض الأنباء تحدثت عن توجه النائب العام المستشار هشام بركات وعدد من المستشارين إلى موقع الانفجار لتفقده، مدى صحة هذه الأنباء؟ سوف بعد قليل سأحاول التأكد من هذه الأنباء، لأن القوات الشرطية تفرض كردونا أمنيا مشددا حتى علينا نحن العاملين في وكالات الأنباء والقنوات الفضائية المصرية أو الدولية، تفرض كردونا أمنيا للغاية مشددا للغاية. هم يمنعون أي فرد من التواجد داخل هذه المنطقة التي توجد خلفي، تحسبا لا قدر الله لوقوع أي انفجارات كما ذكرت، وأيضا تسهيلا عليهم لعملية التمشيط. نعم، شكرا. أريد أن أؤكد أمرا ونهيب بالسادة المواطنين ضرورة الابتعاد عن منطقة الانفجار، لأن تواجدهم هذا يشكل ازدحاما شديدا ويؤثر على عمل القوات الشرطية. بالتأكيد، شكرا جزيلا لك من أمام دار القضاء العالي مراسلة النيل نشوى صالح.
واتصالا بذات الحدث ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا بك يا فندم. يعني بعض المعلومات المتوفرة لدى سيادتك في إطار متابعة محافظة القاهرة لهذا الحدث الذي تم اليوم أمام دار القضاء العالي. هي الأمور ماشية وشارع رمسيس ماشي هذه مساره، والعبوة لما تحطت في حاجز مشاة اللي هو على حافة الرصيف، فالموجة الانفجارية نفسها صدت في كتلة الصلبة دي بتاع حاجز المشاة، فحدث من التأثير والمخاطر والخسائر. وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما كانش محطوط على الأرض، يعني تعتبر كده من المشاهدة لمكان الحدث على الحديد بتاع حاجز المشاة اللي هو زي السور اللي قدام دار القضاء. إذن هو يبعد عدة أمتار عن الباب الرئيسي لدار القضاء العالي. هو عرض الرصيف. يعني هي اتحطت على الحاجز ويفصل بينها وبين الدار هو عرض الرصيف. حوالي من 3 أمتار تقريبا أو أكثر بقليل. سيادة اللواء، وفي إطار متابعة محافظة القاهرة لهذه العملية الإرهابية، هل تبين لكم الدوافع أو المستهدف من وراء هذه العملية؟ هل كان الكمين الأمني المتواجد أمام المدخل الرئيسي لدار القضاء العالي أم المستهدف شيء آخر؟ والهدف تحقيق الإرباك العام منهم، ولكن الكمين كان موجود بدليل ان في 3 ضابط مصاب و4 من الجنود و2 جندي و4 مدني. ده دليل وجود، يعني ما كانوش. وبعدين لما يحطها فجاه ويسيبها ويغادر ما تتلحقش. هل يؤمن دار القضاء العالي كاميرات للمراقبة موضوعة من الممكن أن تصل إلى من ترك هذه العبوة؟ لأنه من الواضح من توقيت انفجارها أنها وضعت في توقيت يعني تتواجد فيه الحماية الأمنية لدار القضاء العالي. هل هناك كاميرات على دار القضاء العالي أم لم يتبين حتى الآن؟ أنا مش متأكد، بس لو في كاميرات تسجيلها لمدة شهر ممكن نستعين فيها لمعرفة الجناة. إذن لم يتبين لدى حضرتك بالمعلومة إن كان هناك كاميرات على دار القضاء العالي أم لا؟ بالتأكيد إذا كانت موجودة ستسهم إلى حد كبير. بالتأكيد تسجيلها لمدة شهر، فممكن نسترجع تسجيلها ونجيب الجناة. بإذن الله يعني يكون في هذه الكاميرات تكون موجودة ونصل إلى من قام بهذه العملية الإرهابية. سيادة اللواء، بالتأكيد سنتواصل معك في إطار التغطيات الإخبارية القادمة. اللواء أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، شكرا لك جزيل الشكر. وينضم إلينا مشاهدين عبر الهاتف أيضا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور حسام، الحصيلة النهائية حتى هذه اللحظة لأعداد المصابين؟ دكتور حسام، يبدو أننا فقدنا الاتصال، ولكن بالتأكيد سنعاود التواصل مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. معنا مرة أخرى بنرحب بحضرتك يا فندم، والحصيلة النهائية لأعداد المصابين جراء هذا الانفجار. دكتور حسام عبد الغفار، هل تسمعني؟ طيب، معنا سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، بنرحب بحضرتك سيادة اللواء. يعني انفجار آخر ومحاولات الإرهاب ما زالت مستمرة للأسف، يعني رؤية حضرتك وتعليقك لهذا الحادث الذي استهدف مقر دار القضاء العالي. أهلا بك يا أستاذة نرمين، تحياتي لك أستاذ جلال. أهلا بسيادتك. أهلا بك. وأنا بقول الحادث اللي حصل ده هو تكرار لأحداث سابقة وأيضا لأحداث لاحقة تقصد من ورائها هذه الجماعة الإرهابية المسمى جماعة الإخوان، زعزعة الاستقرار داخل البلاد، وخاصة نحن على أبواب المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم في شرم الشيخ خلال 15 يوم من الآن. هذا أولا.
أما ثانيا فهذه العصابة الإرهابية بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية باشر ضوابطها لاعتقادها، لأن القانون مكافحة الإرهاب أصبح قاب قوسين أو أدنى لخروجه، وبظهور قانون مكافحة وبظهور قانون مكافحة الإرهاب. طب اسمح لنا سيادة اللواء، سنعود تحديدا إلى قانون مكافحة الإرهاب وأيضا قانون الكيانات الإرهابية، يعني ابقى معنا، سنعود لسيادتك. ولكن معنا الدكتور محمد الشناوي مدير مستشفى الهلال، نتعرف منه على الحصيلة النهائية التي وصلت حتى الآن إلى المستشفى من المصابين. تفضل دكتور محمد. محمود يا فندم. دكتور محمود. نعم أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك احنا وصل لنا 10 مصابين. 10 مصابين. اه يا فندم، هم 7 منهم من جهاز الشرطه، 3 ضباط و 3 ضباط. اه يا فندم، واثنين مجندين واثنين درجه اولى ومساعد شرطه. طب الاصابات، 3 مدنيين يا فندم. 3 مدنيين. الاصابات يا فندم بتتراوح ما بين ايه وايه وحاله المصابين؟ هو الحمد لله، يعني الحمد لله هم كلهم كدمات وجروح، واحنا عملنا لهم طبعا الاسعافات الاوليه وعملنا لهم الاشعاعات المطلوبه، وهو دلوقتي جاري نقلهم الى، بالنسبه للاخوه في الضباط الداخليه، جاري نقلهم لمستشفى الشرطه، بس حالتهم كلها مستقره. الحاله كلها مستقره الحمد لله، لانه بعض الانباء تحدثت عن وجود حاله حرجه ما بين المصابين. لا حضرتك، هو انا بتكلم على 7 اللي هم ريليتد يعني لجهاز الشرطه. دول كلهم حالتهم مستقره، عملنا لهم الاسعافات اللازمه وجاري نقلهم لوسائل الاسعاف الخاصه بالضباط الداخليه موجوده، وفي ناس منهم فعلا، بس حالتهم انا بطمنكم حالتهم كلها مستقره. بالنسبه للمدنيين يا فندم، هو في واحد بس اللي يعني اللي هو دخل المستشفى، ده موجود في الرعايه المركزه، عنده اضطراب بدرجه الوعي، يعني اشتباه ما بعد الارتجاج وتجمع دموي بالمخ، ويعني اصابه في الراس. بنتمنى له السلامه يا رب، يعني بيتم التعامل معاه بشكل يا فندم. دخل الرعايه المركزه وتحت العلاج، ان شاء الله الامور تعدي كلها بخير بي. يا رب ان شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمود الشناوي مدير مستشفى الهلال. مره اخرى الى سياده اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق، كنت تتحدث سياده اللواء عن يعني المشهد بشكل عام وفق هذه التطورات وفق هذه العمليات الارهابيه فيما يتعلق بالاستعداد لمؤتمر شرم الشيخ، وكذلك يعني اصدار قوانين الارهاب او الكيانات الارهابيه. تفضل يا فندم. صدر قانون الكيانات الإرهابية الأسبوع الماضي، فهذا سيكون له أثر طيب في مكافحة هذه العصابة الإرهابية بإدراجها على لائحة الإرهاب، وما سيتم تطبيقه من المواد الخاصة بقانون الكيانات الإرهابية عليها بطاشة صوابها، لأنها أجزمت بأن قانون مكافحة الإرهاب بطريقه إلى الصدور، وهذا القانون يمكن أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية عموما من اتخاذ الضربات الاستباقية لهذه العصابة الإجرامية وإجهاض مخططاتها والعمل على استجواب واتخاذ الإجراءات قبل وقوع الأحداث، خاصة وأن قانون العقوبات المواد من 86 ل 102 عقوبات، هذه المواد لا تفيد إلا بعد ارتكاب الجريمة. أما قبل ارتكاب الجريمة فلن يفيدنا إلا قانون مكافحة الإرهاب لعمليات الاستجواب وعملية اتخاذ الإجراءات الاستباقية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. طب إذن سيادة اللواء، الرهان على تطبيق هذه القوانين بحسم وحزم وسرعة، وأيضا الرهان على التمسك بالوحدة الداخلية للشعب المصري. يقينا. شوف هقول لحضرتك حاجة، المواجهة الآن بين الشعب المصري الرافض لهذه العصابة الإرهابية ولوجودها بيننا، هذه العصابة اللي هي عبارة عن نسوء لا قيمة له ولا وزن له داخل البلاد، الشعب رافضها بكل مكيناته وبيريد الخلاص منها بأسرع ما يكون، ولك أن تري كما عندما تحدث الحوادث الشعب كله بيهب ويهب. الناس تهتف الآن في منطقة وسط البلد وعند دار القضاء العالي بسقوط الإرهاب وسقوط جماعة الإخوان الإرهابية. هذا هو الشعب المصري الأصيل الذي يقود المواجهة قبل الشرطة والقوات المسلحة. بالتأكيد. حقيقة مؤمن بها الناس كلها.
طيب سيادة اللواء، يعني هناك بعض الملاحظات ربما أو القراءات للمشهد المصري، وهو يعني حالة الاعتياد من قبل جموع الشعب المصري على مثل هذه العمليات الإرهابية، وقد يكون ذلك نقطة يعني في صالح الشعب، ولكنه بالتأكيد نقطة تعيق عمل القوات الأمنية من أجل يعني استتباب الأمن، وأيضا ملاحظة الواقع، وملاحظة أيضا المناطق التي يتم يعني وضع أو زرع هذه القنابل فيها. كيف تنظر حضرتك لهذه النقطة وهي اعتياد الشعب المصري وجماهير الشعب المصري على مثل هذه التفجيرات؟ ما انا بقول لحضرتك، هو الشعب المصري شعب مقدام بطبيعته. صحيح. وان كنا ان احنا بنطالبه ان هو يبعد عن مكان التفجير، لان هذه العصابه الارهابيه في غالب الاحيان لا تضع قنبله واحده من القنابل البدائيه، بل تضع قنبله والثانيه حتى تحدث اثر عندما تتجمع اكبر عدد من الناس فتنفجر العبوه الثانيه. هذا السبب بنطالب المواطنين الابتعاد وتمكين أجهزة الأمن من أن هي تمارس عملها، وأجهزة الحماية المدنية بأنها تمشط المكان وتعقمه، فتؤدي إلى النتائج المرجوة. لكن اللي أنا بقصده أن الشعب المصري ما عادش بيهمه هذه التصرفات الصبيانية التي تقوم بها تلك العصابة الإرهابية، وأن القضاء عليها نهائيا حتميا سيتم، وأن صدور هذين القانونين، أنما صدر القانون الأولاني اللي هو الكيانات الإرهابية، أصبح تطبيقه على هذه العصابات الإرهابية بوجه السرعة هو المطلوب، حتى يتم اتخاذ الإجراءات قبل البعض منهم ممن يتواجد على الأرض من هذه العصابات الإرهابية. بالتأكيد، شكرا جزيلا سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. ولمتابعة آخر التطورات من أمام دار القضاء العالي، تنضم إلينا على نشوى صالح. نشوى، ما هو الجديد لديك؟ الجديد لدينا أن سيتم حالا فتح الطريق أمام مدار القضاء العالي تحسبا، وذلك استعدادا لعودة الحركة المرورية لطبيعتها. سيتم الآن وعلى الفور فتح الطريق خلفي. أيضا لدي قائمة بأسماء المصابين جراء هذا الانفجار، وهو نقيب أحمد قدري شظايا بالذراع، ورائد حاتم عفيفي جرح عميق، ورائد كريم بدرة شظايا بالقدم، ومجند أمين نوار، وعبد الرحيم عبد المنعم، وسميرة عز الدين، وجمعهم من القوات الشرطية. وهناك ثلاث مدنيين، تامر محروس ومحمد عادل، ومحمد عادل هو طالب وحالته حرجة. أيضا لدينا معلومات خاصة لقناة النيل الأخبار، أن سيادة النائب العام بالفعل نزل بنفسه وتفقد المنطقة وعاين مكان الانفجار، وطلب على الفور تنظيم عمليات مستمرة تقع داخل دار القضاء العالي. نشوى، مكتب النائب العام المستشار هشام بركات داخل دار القضاء العالي، لأن دار القضاء العالي إلى جانب أنه يضم العديد من المحاكم، يضم المجلس الأعلى أو مكان المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك مكتب النائب العام والمستشارين الفنيين للنائب العام. كما قلت لك، بالفعل تواجد النائب العام في مكان الانفجار، وأيضا تفقد مكان الانفجار بنفسه، وهو الآن في طريقه إلى المستشفى للإطمئنان على المصابين. أيضا تم عمل غرفة عمليات مستمرة داخل دار القضاء العالي لتفريغ الكاميرات التي تقوم بمراقبة دار القضاء العالي ومحيطها، وأكد المسؤولون عن هذه الغرفة أنه سيتم الكشف على الفور والسرعة عن الجناة المتورطين في هذا الانفجار. كما ذكرت، سيتم الآن فتح الطريق أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي تيسيرا على المواطنين. أؤكد على أن الروح المعنوية للشعب المصري لا يكسرها شيء على الإطلاق، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. فهناك عدد كبير من المواطنين المصريين يقومون بالهتاف تأييدا لقوات الجيش المصري، وتأييدا للشرطة المصرية ولشد أزرهم، وأنهم صامدون معهم ويشدون على أيديهم بأن يصمدوا أمام هذا الإرهاب الغاشم.
إذن أكدت لنا الزميلة نشوى صالح أن هناك كاميرات للمراقبة في محيط دار القضاء العالي، وأنه سيتم تفريغ هذه الأشرطة والتوصل إلى من وضع هذه العبوة النسفة في محيط دار القضاء العالي، وسيتم الكشف بإذن الله عن الجناة في خلال الساعات القليلة القادمة بعد تفريغ هذه الأشرطة. كما كان هناك أيضا مستجدات، حيث ذكرت لنا الزميلة من محيط دار القضاء العالي أسماء الحالات المصابة وعددهم بالكامل 10، 7 يشغلون مواقع في جهاز الشرطة المصرية وينتمون إلى وزارة الداخلية، وثلاثة من المدنيين حالة يعني تحتاج إلى عناية مركزة وحالتها حرجة لطالب أصيب في هذا الحادث. الزميلة نشوى صالح، شكرا لك، يعني وافتينا بآخر المستجدات، وسنتواصل معك في إطار التغطيات الإخبارية القادمة. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الإخبارية من خلال بانوراما النيل، حيث أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالإفراج عن 120 من المحبوسين احتياطيا في قضايا الأحداث التي شهدتها البلاد من الطلاب وكبار السن. يأتي ذلك وفقا لقرار سابق صدر من النائب العام بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا. وأكدت النيابة العامة أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن توفرت ضدهم الأدلة على ارتكاب هذه الجرائم، وأشارت إلى أن القانون رسم لهؤلاء الطريق للتظلم من قرار الحبس الاحتياطي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي. جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع مستشار الأمن القومي الروسي نيكولان باتروشيف الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى بناء على دعوة من مستشارة الرئيس للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي. كما تسلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس بوروندي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين، سلمها محمد روكارا المستشار الخاص للرئيس البوروندي. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من الرئيس البوروندي خلال استقباله الدكتور محمد روكارا المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوروندي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تضمنت الإعراب عن حرص بوروندي على دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقتها مع بوروندي في إطار انفتاح مصر على إفريقيا. وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض وتعظيم الاستفادة من مياه النيل، بحيث يكون مصدرا للوحدة والتضامن والتعاون المشترك بين كافة دول الحوض. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من مقر الرئاسة مراسلة النيل آيات عبد اللطيف. آيات، أهم ما دار خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن. نعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت على اجندات لقائين اليوم، هما لقاءه والامين امين مجلس الامن القومي الروسي، وذلك بناء على دعوه من السيده الدكتوره السفيره فايزه ابو نجا مستشاره السيد الرئيس للامن القومي، ولقاء اخر مع الرئيس الخاص او المستشار الخاص لرئيس جمهوريه فرنسا. بالطبع لقاء السيد الرئيس بامين مجلس الامن القومي الروسي هو احد نتائج الزياره الاخيره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وايضا هذه ايضا توابع لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيره الى روسيا بالعام الماضي. نتائج هذه الزياره هو بدء تعاون بين مجلسي الامن القومي في سلم مصر وروسيا في مواجهه التحديات الدوليه التي بدات تهدد السلم والاستقرار الدوليين، وفي مقدمتهما الارهاب وانتشار الجماعات الارهابيه. في هذا الصدد السيد الرئيس شدد على ضروره تبني استراتيجيه شامله لمكافحه الارهاب لا تقتصر فحسب، كما ذكر مرارا خلال لقاءاته العديده خلال الفتره الماضيه، لا تقتصر على الترتيبات او المواجهه الامنيه والعسكريه، وانما لابد من
ايضا ان تشمل هذه الاستراتيجيه الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن اهميه تصويب الخطاب الديني وتنقيته من اي افكار مغلوطه. نعم. وتم خلال اللقاء ايضا، وهو ما توافق عليه مستشار او امين مجلس الامن القومي الروسي، وايضا ما تتوافق معه في القياده الروسيه، وتم خلال اللقاء ايضا استعراض عدد من الملفات او تطورات الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط، حيث اكد الرئيس الروسي على ضروره التحرك بشكل سريع وايضا التعاون لمواجهه هذا الارهاب الذي بات يعني يستشري ويهدد. نعم. ان البلاد بلاد العالم اسمع. على الصعيد الاخر، كان هناك لقاء بالرئيس بمستشار الخاص لرئيس جمهوريه بوروندي، وذلك ياتي في اطار انفتاح مصر مؤخرا وهي السياسه التي تنتهجها القياده المصريه على انفتاحها على افريقيا. تم خلال اللقاء الرئيس تسلم رساله من مستشار الرئيس البروندي تؤكد ضروره دعم العلاقات الثنائيه ووقوف بروندي ودعمها لمصر في حربها ضد الارهاب وايضا في خطواتها نحو التنميه. في خلال اللقاء الرئيس فتح السيسي اكد ان مصر تنفتح بقوه او تنتهج هذه السياسه انها تريد ان تملا الفراغ الذي يعني كان قد سرقته القيادات خلال الاعوام الماضيه، وان تتواجد في العمق الافريقي، واكد على ان مصر تؤمن وتؤيد حق دول افريقيا وخاصه دول حوض النيل في التنميه، ولكن ايضا على دول حوض النيل ان تدرك اهميه نهر النيل او اهميه المياه بالنسبه لمصر، فهو نهر النيل هو مصدر المياه العذبه الوحيد لمصر، وذلك طبعا اذا ما نظرنا الى تعداد السكان، وانه لابد من استثمار الفاصل من المياه وما يتواجد من ثروات في افريقيا للتعاون وليس بالتأكيد. في الخلاف والصراع. نعم. شكرا جزيلا لك ايات عبد اللطيف من مقر الرئاسه. قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في حديث صحفي إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية جاءت في إطار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين بهدف حماية الأمن القومي العربي. وأشاد محلب بدور دول الخليج العربي في دعم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المزمع انعقاده خلال مارس الجاري، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة 60 دولة وبحضور 2000 ضيف ومستثمر من البلدان العربية. كما أضاف محلب أن الحكومة ستتقدم ب 22 مشروعا استثماريا كبيرا إلى المؤتمر، وسبعة مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى سبعة مشروعات أخرى للقطاع الخاص. كما أكد محلب أن قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر مؤخرا سيجري تفعيله على الفور بهدف تجفيف منابع الإرهاب، وأضاف أن مصر مصممة على إجراء الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل. أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وأوضح الهنيدي أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد. وأضاف أن اللجنة ستتلقى أي مقترحات وأراء من جانب القوى والأحزاب السياسية بشأن القانون محل التعديل. من جانبها أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر بالأمس ببطلان نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث قالت إن قرار تقسيم الدوائر الفردية لم يلتزم بقاعدتي التمثيل العادل للسكان. هذا وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في جلسة غدا الدعاوى المطالبة بوقف الدعوى للانتخابات البرلمانية لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأكد مصدر قضائي أن القضاء الإداري يختص في الطعون على القرارات وليس القوانين، وأن الدعاوى التي أقيمت كانت تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية نظرا لعدم دستورية قوانين الانتخابات. يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم وزير الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري حسام مغازي في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والري لدول حوض النيل الشرقي 3، مصر والسودان وإثيوبيا. وتتركز الاجتماعات على مناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبي في مساريها السياسي والفني.
تأتي الاجتماعات التي تبدأ غدا ضمن اتفاق الأطراف الثلاثة بأن سير المساران السياسي والفني جنبا إلى جنب للتوصل إلى نتائج تحقق المنفعة المشتركة للجميع دون الإضرار بطرف على حساب الآخر. افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه عصام الأمين رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون محطة التقوية لإرسال إذاعة القرآن الكريم الموجهة لشمال إفريقيا وجنوب أوروبا ومصر والمنطقة العربية بمدينة السنطة الغربية. تم تشييد محطة التقوية بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك بهدف توصيل مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح والخطاب الديني إلى أكبر قدر من الفئات، وكذلك محاصرة وتقويض الفكر المتطرف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عبارة اعتاد سماعها الجمهور المصري والعربي بل والإسلامي في العالم كله، فإن ثوابت مصر تبذغ دائما لتؤكد استقرار الدولة وسيادتها واحترامها لخصوصية الأمة الإسلامية وثقافاتها، ومن أهم هذه الثوابت إعلاء كلمة الدين الإسلامي الوسطي الحنيف. إذاعة القرآن الكريم لها ميزة فريدة أنها منذ إنشائها وإلى الآن فيما أعلم لم تسف يوما واحدا في الحديث، سواء على مستوى المقدمين أم على مستوى الضيوف، لالتزام بصحيح الإسلام وباللغة العربية السهلة. في إطار ذلك افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفقة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون محطة التقوية لإرسال إذاعة القرآن الكريم الموجهة لشمال إفريقيا وجنوب أوروبا ومصر والمنطقة العربية، وذلك بمدينة السنطة بالغربية. إذاعة القرآن الكريم مش لها أهمية بس في عالمنا المصري، إنما أعتقد في كل عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي بالكامل لها أهمية قصوى، وأعتقد إنها صورة يعني بنفخر بها زي ما بنفخر بالأزهر الشريف بالضبط. وقد تم تشييد محطة التقوية بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك بهدف توصيل مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح والخطاب الديني إلى أكبر قدر من الفئات، وكذلك محاصرة وتقويض الفكر المتطرف من خلال شبكة القرآن الكريم. وهي معنية كل العناية بنشر الفكر الديني الصحيح ونشر صحيح الإسلام وتشجيع العلماء الوسطيين الفاقهين الفاهمين لدينهم. ستظل مصر رائدة في مجال الإعلام الديني، ومن خلالها انبثقت شبكات إذاعة القرآن الكريم على المستويين العربي والإسلامي. نشوى صالح، النيل. شنت القوات العراقية ومسلحون موالون لها عملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة تكريت في عامها، يشارك فيها قرابة 30,000 مقاتل. يأتي هذا بينما قتلت القوات العراقية 21 إرهابيا من تنظيم داعش شمال شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. وسط اشتباكات عنيفة مصحوبة بقصف مدفعي وجوي لطيران الجيش العراقي، نجحت القوات الأمنية العراقية في عمل ثغرة في الساتر الترابي لخطوط دفاعات تنظيم داعش حول مدينة تكريت. عملية التقدم نفذت من 5 محاور، ما مكن القوات المتقدمة من اقتحام بوابة مدينة تكريت من الناحية الجنوبية وتحرير مبنى أكاديمية شرطة صلاح الدين ورفع العلم العراقي على مبنى الأكاديمية منذ 7 أشهر ولأول مرة. اليوم التقدم السريع لأجهزتنا الأمنية في سامراء، لكن الذي يعيق هو حقيقة خبث هؤلاء بزرع العبوات الكثيرة والمفخخات والسواتر الاصطناعية، هذه تعيق وتؤخر الأجهزة الأمنية، لكنها لن تؤثر أبدا بتقدم الأجهزة الأمنية، وهي مستمرة في هذا التقدم، وأتوقع أن تنتهي العملية خلال فترة قريبة جدا. المعركة اللي تخوضها قواتنا العسكرية بالوقت الحاضر هي معركة صعبة، واستعداد القوات العسكرية سبقتها بأشهر لتدريبات ضمن تدريبات معينة ضمن حرب المدن وحرب الشوارع. هذه الحرب هي بعيدة جدا عن استراتيجية وتدريب القوات العسكرية، ولكن حكم المعارك السابقة أعطت
فد مزايا التدريبية. المعركة وخلال انطلاقتها الأولى وبحسب وزارة الدفاع أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تنظيم داعش الذين لغموا الطرقات المؤدية إلى تكريت محاولين إعاقة تقدم القطاعات العراقية لكن دون جدوى، إذ وصلت قطاعات الجيش العراقي على مشارف تكريت مدعومة بانتفاضة عشائرية من قبل الأهالي ضد مسلحي داعش، ما يسهل على القوات الأمنية تحركها في أرض المعركة. القوات العراقية الباسلة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة والعشائر في المناطق الغربية من العراق هي لديها هذا الهدف، وهو الهدف الأسمى بأن تكون مدينة تكريت هي المدينة أو هي الخطوة القادمة في التحرير، لأنها الطريق السالك لتحرير الموصل. وإن شاء الله بجهود الغيارة والشرفاء وكل المتحالفين مع العراق إن شاء الله سيطهر التراب العراقي من دنس هؤلاء المجرمين. وفي محاولة يائسة من قبل مسلحي داعش بعد استقدامهم لعشرات المسلحين من سوريا، هاجموا وضمن قاطع عمليات سنجار قوات البيشمركة الكردية التي أحبطت الهجوم موقعة أكثر من 20 مسلحا بين قتيل وجريح. الانهيارات المعنوية والعسكرية لتنظيم داعش أعادت روحا معنوية كبيرة للقوات الأمنية العراقية، وجعلت المقاتل العراقي يحسب الساعات للدخول إلى تكريت ومن ثم الاستعداد للمعركة الكبرى، معركة تحرير الموصل. من بغداد، حيدر الأسدي، قناة النيل للأخبار. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. رئيس البرلمان الليبي يعين حفتر رسميا قائدا للجيش، وعملية عسكرية في درنة ضد تنظيم داعش الإرهابي. إصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة. السيسي يؤكد خلال لقائه مستشار الأمن القومي الروسي أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب. عملية عسكرية للجيش العراقي لاستعادة مدينة تكريت من داعش وعشرون قتيلا من التنظيم في سامراء. وصلنا مع حضراتكم لمحطة المال والأعمال، المحطة الاقتصادية، وتأتينا بصحبة محمد شعبان. إليك محمد. شكرا نرمين وجلال. مشاهدين الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. شركة كندية أمريكية تعرض على رئيس الوزراء إقامة مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 5 مليارات دولار. أهلا بكم مجددا. التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي شركة سكاي باور الكندية الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، وذلك بحضور وزير الكهرباء وسفير كندا لدى القاهرة. وخلال اللقاء قدم ممثل الشركة عرضا تضمن تطلع الشركة لضخ 5 مليارات دولار لإقامة مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تشمل إنشاء محطات لإنتاج محطات الطاقة الشمسية. وأشار ممثل الشركة إلى أن تلك المشروعات ستتيح نحو 600 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، من المخطط زيادتها لتصل إلى نحو 3000 ميجاوات، كما ستوفر نحو 74,593 فرصة عمل.
على صعيد متصل، أشاد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بدور دول الخليج العربي في دعم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادية المزمع انعقاده خلال هذا الشهر. وأضاف محلب في تصريحات صحفية أن الحكومة ستتقدم ب 22 مشروعا استثماريا كبيرا إلى المؤتمر، وسبعة مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى سبعة مشروعات أخرى للقطاع الخاص. كما أشار محلب إلى أن هناك 70 فرصة استثمارية أخرى سوف تجري دراستها بعد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده منتصف الشهر الجاري. قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إنه تم توجيه دعوات لنحو 6000 مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ. وأضاف سلمان أن العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، فيما أكد الحجز حتى الآن نحو 1100 مستثمر. كما كشف سلمان أن عمليات الترويج التي قامت بها الحكومة وبنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية للمشروعات التي سيتم عرضها خلال القمة نجحت في التوصل لاتفاقات مع مستثمرين عرب وأجانب، لكن سيتم توقيع تلك العقود خلال المؤتمر. عودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على أسهم قطاع الشركات الكبرى والقيادية وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.86% ليصل إلى 9456 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.34%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.8 مليار جنيه ليبلغ 515 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 884 مليون جنيه. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى نرمين وجلال لاستكمال بانوراما النيل. شكرا لك محمد. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد اختياره للواء خليفة حفتر قائدا للجيش بعد ترقيته إلى رتبة فريق. وميدانيا أعلن المتحدث باسم عملية كرامة ليبيا أن الجيش الليبي يحاصر مدينة درنة من 4 محاور. وأضاف المتحدث إن الجيش بانتظار الأوامر للتحرك، مشيرا إلى أن القوات الجوية ستقوم بقصف لمواقع تنظيم داعش الإرهابي ولحلفاء التنظيم من جماعة أنصار الشريعة وفتح الممرات لدخول القوات البرية إلى المدينة. يأتي هذا بينما قال مسؤولون ليبيون إن صواريخ أصابت مناطق سكنية في مدينة بنغازي، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 30 آخرين. أفادت لجان التنسيق المحلية السورية بمقتل 37 شخصا بنيران قوات النظام في قصف على حي جوبر بالعاصمة دمشق استخدمت خلاله الغازات السامة حسب قول المصادر. يأتي هذا بينما شنت قوات النظام السوري ووحدات المقاتلين الأكراد هجمات على جبهات منفصلة ضد تنظيم داعش في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بهدف طرد التنظيم المتطرف من المحافظة الحدودية مع تركيا والعراق. يأتي هذا بينما تواصل وحدات حماية الشعب الكردية هجماتها على مواقع داعش في محيط بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عودة القنصل السعودي عبد الله الخالدي الذي سبق أن اختطف في عدن في اليمن في شهر مارس من عام 2012. من ناحية أخرى، قتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة وأصيب 3 آخرون إثر غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار على سيارتهم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الوزارة العامة للسياحة تطلق مؤتمرا لدعم صناعة السياحة في مصر.
وإياكم إلى محطتنا الرياضية في بانوراما. آخر الأخبار الرياضية العربية والمحلية والعالمية تأتينا بصحبة الزميل حسام عرض. إليك حسام. شكرا جلال.